Pesantren Islam Al-Irsyad. Alhamdulillahil qadimil baqi munzilir rahmati wal arzaq. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu a'la ar-rifaq. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khairul makhluq. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahabatihi dhawil adabi wal akhlaq. والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التلاق. أما بعد، سعادة الملحق الديني بسفارة خادم الحرمين الشريفين فضيلة الشيخ أحمد بن عيسى الحازمي، أهلا وسهلا بكم في معهد الإرشاد الإسلامي. أصحاب الفضيلة، رئيس مؤسسة معهد الإرشاد الإسلامي الشيخ طارق عمر عبداد، نائب مدير معهد الإرشاد الإسلامي الأستاذ جولي درماوان، مشرف معهد الإرشاد الإسلامي الأستاذ محمد قاسم مهاجر والأستاذ هلمن أبو عبد الله، مدير شؤون الخدمة الأستاذ فواز أحمد طالب، مدير شؤون المالية الأستاذ أبو فارة، وجميع الأساتذة ومنسوبي المعهد. أيها الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. نشكركم على المشاركة في هذا المسجد المبارك بمناسبة الحفل الترحيبي لسعادة الملحق الديني بسفارة خادم الحرمين الشريفين فضيلة الشيخ أحمد بن عيسى الحازمي. الحفل الكريم، يسرني أن أقرأ لكم البرامج في هذا المساء المبارك. الأول، قراءة الآيات من كتاب الله يتلوها الطالب أبو بكر. وللمعلومية أنه قد أكمل حفظه 30 جزءاً وفي طريقه في أخذ رواية برواية حفص عن عاصم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا
الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمات من مؤسسة معهد الإرشاد الإسلامي الأستاذ يوسف عثمان باعيسى. أنا بكره السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بهداه إلى يوم القيامة وبعد. أشكر الله وأحمده حيث أني الآن جالس أمام الحضور الكرام خاصة حبيبي وشقيقي الشيخ أحمد بن عيسى الحازمي ورفيقه الشيخ أبو عبد الله البراق الأمير، فأنا فرحت فرحا. والآن أريد أن أبين بعض الأشياء التي تتعلق بمعهد الإرشاد، حيث كنت المدير الثالث لهذا المعهد. فكان معهد الإرشاد أسس وبدأ في سنة 1988، وكان قبله بناية يعني متعطلة تقريبا سنة أو سنتين. بعدين يأتي الشيخ عبد العزيز العمار حيث كان مدير معهد اللغة العربية، معهد تعليم اللغة العربية في جاكرتا، أتى هنا ورأى يعني بناية متعطلة فقال خلاص أنا سأؤيد. فبدأ يستعين ببعض المؤسسات والجمعيات سواء داخل السعودية أو في بعض يعني البلاد أمثال الكويت. فالحمد لله يعني البناء الذي يعني طال من بداية المشي هناك إلى نهاية هنا للونه الأخضر هذا من الشيخ عبد العزيز العمار. بناية يعني هذه كانت مكتبة، مكتبة كبيرة. ثم بدأ المعهد في سنة 1988، وأنا حيث كنت في الرياض يا شيخ، أنا في الرياض من سنة 1985 إلى 1990 في جامعة الإمام محمد بن سعود في كلية الشريعة. فتممت الدراسة رجعت هنا وعينوني مديرا، المدير الثالث. الأولى كان اسمه سلحان محمود، متخرج من أم القرى،
يأتي بعده الأخ جعفر عمر طالب فأنا الثالث. فكان لما كنت مديرا لهذا المعهد جيت مدير معهد العلوم كان الشيخ إبراهيم الحسين فتعاونت معه فقلت ماذا تؤيد لنا لهذا المعهد؟ قال يوسف أنا سأرسل إليك طقم كامل للكتب المقررات الدراسية المطبقة في المعهد الديني التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض. بعدين جاء هذا الطقم قال يوسف دخله هذه المقررات في مناهجكم. قلت مستعد. بعدين ماذا أفعل؟ غيرت يعني المنهج فصار يعني منهج قوي جدا. فتشوفون هؤلاء الشباب يتكلمون العربية مثل العرب ليست بالترجمة سليقة. ليش؟ من بداية الأمر ندرسهم كما ندرس العرب والكتب بالعربية والكلام بالعربية. فنحمد الله ونشكره من ذاك الوقت حصلنا على يعني خطاب المعادلة من معهد العلوم. ثم يأتي ضيف الذي هو محمد خليفة التميمي من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة جاء هنا ويعني ماذا اختبر الطلاب وقال خلاص أنتم تستحقون المعادلة. فالحمد لله يعني تقريبا بعده بسنة تسلمنا خطاب المعادلة من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. ذاك في بداية التسعينات بداية كنت مدير لمعهد الإرشاد. فجلست مع هذا المعهد 10 سنين إلى سنة 2000. فالحمد لله الآن تشوفون هؤلاء الشباب هم الدفعة 32. فنحن هنا يعني في طريقتنا في التعامل مع هؤلاء الطلاب بأنهم لما تخرجوا من الثانوية لا يستحق أن يرجع إلى بيته ولا يستحق أن يتسلم الشهادة إلا بعد ما أرسلنا سنة واحدة تطبيق عملي في أنحاء إندونيسيا. تدري هذه السنة بالذات نحن خرجنا خريج لا يقل عن 200. كم يا أستاذ محمد قاسم؟ 200. 100 يعني من يعني ماذا مسكناهم هنا يدرسون معنا و100 نرسل إلى أنحاء إندونيسيا سنويا. يعني كل خريج لابد أن يطبق أولا الدعوة والتربية في أنحاء إندونيسيا سنة. إذا حصلت تزكية من هذه الأماكن نؤتي له الشهادة، ولكن إذا ما نجح ما نؤتي الشهادة. هكذا الطريقة هجر. فيعني بعدين عندما تتكلمون معهم اختبرهم هل كلامي صحيح أم مجرد الكلام العابر يعني؟ تختبرهم في حفظ القرآن والكلام باللغة العربية وحفظ الحديث. كم منهم دائما فائزين معكم في مسابقتكم؟ نعم. فهذا المعهد عدد المقبولين في الجامعة الإسلامية
لا يقل عن 300 هجرة. ما شاء الله. عدد طلاب حاليا الذين يدرسون في الجامعة الإسلامية لا يقل عن 300. فيا حبذا لو كان من هؤلاء يدرسون في الجامعات الموجودة في المملكة. ها؟ بشرنا بالخير جل. طيب حذرنا جل. إن شاء الله تحقيقا. تحقيقا. ما هو وعدنا؟ ما هو تعليقا. طيب هكذا يعني تعريف مني عن هذا المعهد. فالرجل هذا يحذرني. فنشكر الله فنفتح المجال الأكثر للشيخ إن شاء الله. طيب حياكم الله. وبعده إنشاد الشعر يلقيه الطالب ياسر البوسي. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد وصيتك ربي فأمهلتني وتسترني رغم أني عنيد لأنك ربي غفور ودود رحيم بكل الورى والعبيد رحيم بكل الورى والعبيد أتيتك يا خالقي باكيا ودمع الأسى كل حين يزيد فقد قلت في الآي لا تقنطوا وإن تعفو عني فذا يوم عيد سأترك يا رب ذنبا مضى وأقبل نحو الرضا والنعيم أحبك ربي وهذا رجاي بأنك تقبلني يا كريم بأنك تقبلني يا كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. كلمات من سعادة الملحق الديني بسفارة خادم الحرمين الشريفين فضيلة الشيخ أحمد بن عيسى الحازمي. تفضل. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأهل بيته وصحابته والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أصحاب الفضيلة، الإخوة الكرام، مسؤولي هذا الصرح الشامخ وهذا المنبر العظيم من الدعاة والمعلمين والأساتذة الكرام دون استثناء ودون تخصيص اسم عن اسم، أحييكم من القلب وأدعو الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم وييسر أمركم ويجعلكم هداة مهتدين. أبنائي الطلاب، يا من بإذن الله عز وجل سترسمون في هذه البلاد وفي غيرها أسماءكم وتنقشونها في التاريخ وتكونون بإذن الله عز وجل عونا وسندا لهذه البلاد في مجالات شتى، ومن أولها ما يخدم الإسلام وأهله. أبنائي الطلاب، أتمنى منكم الإنصات، أتمنى من أبنائي الطلاب الإنصات، فإنني بإذن الله تعالى بما يفتح الله علي بعد انتهاء من كلمتي سألقي أسئلة من ضمن ما أتحدث به. ما أدري هل فهمتم؟ هل فهمتم؟ الهدوء والإنصات. مستعدين للإنصات والاستماع لكلام الشيخ. هناك كلمتان، أول الكلام عام وهو موجه لإخوة المعلمين وكذلك للطلاب، وشيء خاص أو كلمة خاصة لأبناء الطلاب. فأقول بسم الله الرحمن الرحيم، مستعينا بالله عز وجل وطالبا منه العون. أول وصية ما أوصى بها الأنبياء من قبل ومن بعد، وهي تقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والتقوى هي حرز حريز وحصن حصين، وهي جنة ما بين العبد وعذاب الله عز وجل. فإن المسلم إذا اتقى ربه عمل بمقتضى
لا إله إلا الله محمد رسول الله وعمل بما أمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم وكان وقافا عند حدود الله ونهى نفسه عن محارم الله فإنه بإذن الله هو المتقي. فوصيتي الأولى لنفسي ولكم تقوى الله عز وجل. الوصية الثانية ألا وهي يقول الله عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فأنتم أيها المعلمون وأيها الدعاة أنتم تسيرون على وظائف الأنبياء، فالأنبياء وآخرهم نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، سيد الأولين والآخرين وإمام الدعاة والمعلمين. فليس هناك أجل ولا أعظم من هذه الوظيفة، وهي وظيفة الأنبياء، الدعوة إلى الله عز وجل. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولكن هذه الدعوة تحتاج إلى مقومات. افهم معي يا طالب العلم، هذه الدعوة تحتاج إلى مقومات، ومن أعظم مقوماتها العلم. التأصيل العلمي والتأهيل العلمي، وأفضل العلوم على الإطلاق علم القرآن والسنة. العلم قال الله قال رسوله، ولذا قال الإمام البخاري في صحيحه: العلم قبل القول والعمل. وكما سمعتم في الآيات التي رتلها علينا الطالب المبارك: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إذن فالمقومة الأولى ألا وهو التزود بالعلم. وليس هناك كما قلت أفضل من علم القرآن والسنة. فتزود به، والعلم يحتاج إلى عمل. ولذا كما قيل: العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. وهذه القواعد الأربع افهمها يا طالب العلم. العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. فإذا لم تعمل بعلمك فأنت أقمت على نفسك الحجة، وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. كان أسلافنا الصالحين، ومن هم السلف الصالح؟ هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هم الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه، فهم سلفنا الصالح، وهم سندنا الذين نقلوا إلينا القرآن والسنة
غضا طريا، كما قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. سمع عبد الله جابر بن عبد الله ابن حرام الأنصاري رضي الله عنه عن أبيه، صحابي ابن صحابي، سمع أن هناك حديثا لم يبلغه فخشي أن يموت قبل أن يعمل به، فاشترى دابة ثم رحل من المدينة إلى الشام، وقيل أنه رحل شهرا ثم وصل إلى بغيته وسمع الحديث ممن سمعه، وهو حديث روته عائشة رضي الله عنها: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. ثم لما سمع الحديث لوى عنق دابته ورجع إلى المدينة. هذا هو من أراد أن يتعلم أن يشد الرحال إلى حيث مضان العلم والعلماء. وأما اليوم فقد يسر الله عز وجل لنا، فبين يديك جهاز فيه جميع العلوم، وبين يديك معلمون يعلمونك كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا تعلمت أيها الداعية حتى تحاجز بعلمك، وحتى إذا دعوت إلى الله عز وجل تدعو على بصيرة. قال الله عز وجل لنبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. سبحان الله، ليس دعوة مجردة بل على بصيرة. وما هي البصيرة؟ العلم، الحكمة، التزود بالعلم الشرعي، حفظ المتون، شرحها، فهم السلف الصالح، معرفة أخلاق الأنبياء، أخلاق الصحابة، أخلاق السلف الصالح، احترام العلم، العمل به. قل يا نبينا يا محمد، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. من أراد أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فعليه أن يدعو وأن ينهج نهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. هذه أول المقومات، وهو العلم والعمل به. ثم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو داخل في العمل به أي بالعلم. ولذا قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وقال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. هل في زمن محدد ولا مفتوح؟ عليكم بسنتي
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. اعتصموا بالكتاب والسنة ولا تفرقوا. ومن مقومات الدعوة؟ أن تدعو أولا إلى ما دعا إليه الأنبياء وآخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأول دعوة أول دعوته إلى التوحيد. فإذا صلحت العقيدة صلح كل شيء. لا إله إلا الله، أن تعمل بمقتضاها، بأركانها، بواجباتها، بلوازمها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ، ولتكن أول ما تدعوهم إليه توحيد الله. وقال له أيضا في حديث آخر: أتدري ما حق الله على العباد؟ وحق العباد على الله، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وهو حديث جبريل عليه السلام. مكث النبي صلى الله عليه وسلم 13 عاما وهو في مكة يدعو إلى التوحيد. فلما رسخت العقيدة في قلوب المؤمنين عقب ذلك توالت الشرائع، فلا تقبل الصلاة ولا الحج ولا الزكاة إذا لم تكن صاحب عقيدة صحيحة. فإذا دعوت فادعوا الله، وإذا صليت فصل لله، وإذا تطببت فاسأل الله الشفاء. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. البعض يقول أن الدعوة إلى التوحيد تفرق. نعم، تفرق بين الحق والباطل، ولكن الدعوة إلى التوحيد هي أولا. فلا تصح الصلاة إلا إذا كنت صاحب عقيدة صافية. وإياك والشرك فإنه ظلم عظيم، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. ومن مقومات الدعوة إلى الله عز وجل الدعوة إلى هذا التوحيد والدعوة إلى الإسلام. ومن مقوماتها السير على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وسلفنا الصالح على فهمهم، فإنه يسعنا ما يسع أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة، كما قال عبد الله بن مسعود: من يستن فليستن بمن مات، فإن الحي يخشى لا يؤمن الفتنة أو يخشى عليهم الفتنة. كذلك يجب على الداعية أن لا يتعجل النتائج. تعبت؟ أن لا يتعجل النتائج. يدعو إلى الله
يعلم الناس ولكن لا يملك الهداية. الذي يملكها هو الله سبحانه وتعالى. إنك لن تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي يبعث ومعه الرهط، والنبي يبعث ومعه الرجل والرجلان، والنبي يبعث وليس معه أحد، فأيهما أفضل عند الله عز وجل، عامة الناس أم الأنبياء؟ لا والله، بل أنبياء الله عز وجل هم أفضل الخلق عند الله سبحانه وتعالى. ولكن دعوا وهم صادقين ووجهوا وأنذروا وحذروا فلم يستجب أحد. أنت أيها الداعية لا تقل دعوت ولا تقل أنني عملت ولكن لم يستجب لي أحد، يكفي على أنك بلغت. لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. الهداية للإسلام إما أن يدخل في الإسلام وهذا فضل عظيم، وإما أن يهتدي إلى منهج السنة، فقد يكون ملحدا، قد يكون مشركا شركا أصغر، قد يكون صاحب بدعة، قد يكون عاصيا، ولكنه لما سمع منك فتح الله عليه وفتح الله في قلبه ثم اهتدى على يديك، فكان لك من الأجر العظيم. من مقومات الدعوة أيضا الصبر والاحتساب، ولا تقل مليت ولا تقل فتنت ولا تقل أوذيت، فوالله لسنا أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. أوذي وكذب ورمي بالحجارة وعملوا ما عملوا اليهود المشركين ضده وكادوا له كيدا ولكن الله نصره. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إذا كنت صادقا في دعوتك صابرا محتسبا نجحت بإذن الله عز وجل في الدنيا والآخرة. أما إذا قلت والله أنني أبتليت وأمتحنت، لا، فلن تمتحن معشار ما امتحن به الأنبياء وآخرهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بالدعوة. الوصية الثانية إياكم والاختلاف، موجه لإخوة الدعاة والمعلمين وكذلك الطلاب. إياكم والاختلاف، فإن الاختلاف ذميم وفيه خطر، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فإن التفرق والاختلاف المذموم بين طلاب العلم تشويه للإسلام وتشويه للدعوة السلفية الصادقة، فإن الإسلام دين الوسطية والاعتدال. الإسلام
ينهى عن الغلو والتشدد، لا إفراط ولا تفريط. إن هذا الدين دين عظيم، لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وأرضاه قال رضي الله عنه: كان الناس يسألون عن الخير وكنت أسأل عن الشر مخافة أن أقع فيه. ثم قال: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير الكثير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. ثم سأله أيضا: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. ثم قال: هل بعد هذا الخير الذي فيه دخن من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم يقذفون فيها كل من أجابهم، وهم الخوارج ومن نحى نحوهم، وأولهم ذو الخويصرة، أول الخارجين. لما قسمت الغنائم وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم من أعطى، وكان كريما سخيا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، فجاءه ذلك الأعرابي وجذبه من رقبته عليه الصلاة والسلام وقال له: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. حتى أن عمر وغيره قال: يا رسول الله، دعنا نضرب عنقه. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك، إن لم أعدل فمن يعدل؟ ثم أعطاه من الدنيا، ثم قال: دعوه فإنه يخرج من ضئضئ هذا الرجل قوم يخرجون من الدين كما يخرج السهم الرمية، وهم الخوارج الذين يكفرون المسلمين، الذين يقاتلون أهل القبلة ويدعون غير المسلمين، وهم الذي سماهم النبي عليه الصلاة والسلام كلاب أهل النار. ومن نحى نحوهم من أهل البدع والخرافات وغير ذلك. إذن فالسالك لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم المقتفي بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى فهم السلف الصالح ينجو من هذه الأمور كلها. فإنني أحذر إخوتي وأبناء الطلاب من الولوغ والولوج في هذا النفق المظلم، وهو نفق التفسيق والتكفير والغلو والخروج. النقطة الأخرى ألا وهي: إن من منهج أهل السنة والجماعة طاعة ولي الأمر حتى وإن كان فاجرا، ولا يجوز الخروج عليه فيما طاعته فيما في طاعة الله، والصبر عليه إذا كان في غير ذلك أو في معصية أو كان فاجرا. بين النبي صلى الله عليه وسلم على أن إهانة السلطان في الأرض فيه مذمة، من أهان السلطان فقد أهان الله، وأن الله يذله،
ومن لقي الله وليس في ذمته بيعة الإمام لقي الله لا حجة له يوم القيامة. في آخر حديث حذيفة قالوا يا رسول الله بما توصينا؟ قال عليكم بجماعة المسلمين وإمامهم. وقال عليه الصلاة والسلام من أطاع الأمير فقد أطاعني. وقال عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة جمة من عصى الأمير فقد عصاني. وأجمع العلماء على عدم الخروج على الحكام، وإن الكلام في الولاة فإنه شرخ في الإسلام، فانتبهوا يا أولي الألباب. والله يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذه مقتطفات قلتها لي والإخوة الدعاة ولكم أنتم أيضا يا طلاب العلم، مع أنني أعلم على أن من في القاعة من هو أفضل مني من المعلمين والدعاة، وعلى رأسهم أخي وشقيقي وصديقي الشيخ يوسف، وكذلك جميع المشايخ وأرباب التعليم في الجامعات، فأنتم على خير، وما أنا إلا رجل قليل البضاعة، قلت ما عندي، وربما تكون بضاعة لو عرضتها للسوق لما بيعت، ممكن ترد علي بضاعتي. أما نصيحتي لكم يا طلاب العلم فأختصرها، أولها تقوى الله، والثاني الحرص على طلب العلم، والثالث احترام المعلم، والرابع الاجتهاد في طلب العلم، فمن جد وجد ومن زرع حصد. الرابعة طاعة الوالدين، فإن الله سبحانه وتعالى قرنهما بعبادته، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الخامسة ابتعدوا عن الشبهات، وابتعدوا عن ما يضركم في مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الله يرانا ويراكم. من أراد الخير والصلاح فليلزم طاعة الله عز وجل. سادسا على طالب العلم أن يحترم معلمه وأستاذه وأن يقدره، فإن ذلك من خلق طالب العلم. سابعا أن يحرص كل الحرص على ما يفيده في دنياه وفي آخرته. ثامنا أن يكون ذا خلق، وأن يبتعد عن الأخلاق وعن الأصحاب السيئين، فإن الخليل يعرف بخليله والصاحب يعرف بصاحبه والمرء على دين خليله. هذه بعض الأمور ولا أطل عليكم، فأعتذر لأنني تعبت في الكلام، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى كل خير، وأن يهديني سواء السبيل، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. كلمة وهي اعتراف، أنا سعيد جدا بهذا الاجتماع وبهذا الصرح الشامخ وبهذا الاجتماع المبارك
وبهذه الأعداد الطيبة وما سمعته من أخي الشيخ يوسف ومن إخواني الدعاة ما يبشر بالخير، وأنتم في بلد الإسلام، في بلد طيب، في بلد اندلوسيا، بلد القرآن، بلد العلماء، بلد الخير، أنتم إلى خير. حافظوا على دينكم، حافظوا على أمنكم، حافظوا على ولي أمركم. إني أجي هذه الأعداد الطيبة وأنا واحد منكم، أحببتكم وتمنيت أن أعيش معكم. ما شاء الله. أي والله. حياكم الله شيخ. ووالله أني أغبط الشيخ يوسف وكل الزملاء وكل المشايخ والمدرسين والدكاترة على هذا الصرح الشامخ. شرفني. وأقول هذا هو الذي يبقى، فإذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها علم ينتفع به، وولد صالح يدعو له، وصدقة جارية. فمن ربما تجتمع الثلاث في رجل واحد، خلف علما وخلف ولدا صالحا وخلف صدقة جارية، ومن الصدقات الجارية العلم. هذه وصيتي، وأسأل الله العلي العظيم أن لا يحرمني وإياكم هذه الجلسة المباركة، وأسأل الله العلي العظيم أن يرحم ويغفر لمديركم الذي توفى بالأمس. آمين. وأسأل الله العلي العظيم أن يرفع البلاء عن آمين. هذه البلاد وعن جميع البلاد في الدنيا، عن البلاد والعباد. وأسأل الله العلي العظيم أن يرضى عنا ويتقبل منا ويتجاوز عنا، فوالله إننا ضعفاء، ووالله إننا لمذنبون ومقصرون في حق الله عز وجل. فأسأل الله أن يغفر لنا ويتجاوز عنا. شكرا لكم أصحاب الفضيلة، شكرا لكم أبناء الطلاب، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وأعتذر على التقصير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. تسليم الذكريات من المعهد لفضيلة الشيخ أحمد بن عيسى الحازمي، يسلمها رئيس مؤسسة معهد الإرشاد الإسلامي الأستاذ طارق عمر عبداد. ذكريات شيخنا شوي ملان لحظة وين هنا إلقاء الأسئلة من الشيخ
للطلاب. والكثير 150 والكثير هذه 150 يا أبنائي الطلاب هدوء. أيوة الآن هدوء. أول ما في هدوء عندما يأتي الكلام عن الجوائز كأنما على رؤوسهم الطير. على رؤوسهم طير. على رؤوسهم طير. السؤال الأول هذا سؤال خارج المحاضرة. ارتجالي. ارتجالي. اي نعم. يا شباب يا طلاب العلم هدوء. قل لهم هدوء شوية بس عشان صوت. خلاص مستعدون. هذا سؤال وعليه جائزة وهذا السؤال خارج خارج المحاضرة. السؤال يقول ما هي مراتب الدين؟ تقدم اذكر اسمك واصلا دراسيا. بسم الله ارفع صوت. اسمي زيدان وانا من الصف الثالث. اسمك زيدان. زيدان ما شاء الله. زيدان سنه كم؟ من مالان جوا الشرقيه. اي السنه؟ سنه انا في المرحله الثالثه من اعداد المعلمين. سنه ثالثه ولا ثانيه؟ ثالثه. مرحله ثانويه شيء. سنه ثالثه. مراتب الدين ثلاثة: الإسلام، الإيمان، والإحسان. أحسنت. ما هو الإحسان؟ الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. ما أنا مخلي حتى. إفراد الله. ما معنى لا إله إلا الله؟ تعريفها. معنى لا إله إلا الله إثبات العبادة لله وحده ونفي العبادة عما سواه. تعرف لا إله إلا الله؟ الجائزة قريب منك. إلا قاب قوسين. لا إله إلا لا معبود بحق إلا الله. أحسنت. طيب لو قلنا ولا كلمة وحيد دخل مرة وحيد دخل بيننا وبينهم بالتفصيل. إذا قلنا لا معبود إلا الله أو لا معبود بحق الله، ما الفرق بينهما؟
يا شباب اسمعوا. أما إذا قلنا لا معبود بحق لا معبود إلا الله فالمعبود سوى الله كثير. أحسنت، سمعتم؟ هناك معبود لكنها باطلة، النجوم والشجر والدواب والحجر والقبور، هذه معبودات عند الضلال ولكنها غير حقيقية، وإنما العبادة الحقيقية لله عز وجل. لا معبود بحق إلا الله كما قال الشيخ زيدان. زيدان؟ زيدان. كنت أريد أني أشد قرين لكن خلاص يكفي. رحمة له شيخنا. رحمة له. قدم. شكرا يا ولدي. ما شاء الله. الله يحفظك. شكرا. شكرا الله لك. ها؟ إيه. هدوء. السؤال الثاني. السؤال الثاني ذكرت مقومات الدعوة، فمن يذكر لي أربعة مقومات؟ من الوراء، من الوراء أحسن. أين؟ ها؟ تعال. وين؟ ما شاء الله طويل، ما شاء الله عليه. اذكر اسمك. انا اعرف اسمي، انا فكر حفيظ احمد، انا من مرحله اعداد المعلمين الثانوي. سنه كم؟ ما شاء الله. اولى ثانيه ثالثه؟ ثالثه. سنة ثانوي. ما هو الجواب؟ الأول العلم، ثم العمل، ثم الدعوة إليه، ثم الصبر على الأذى فيه. هذه هذه قواعد أربع. مالك باقي معك يعني شيء. قلت بقومة الدعوة، أولا ما هو صحيح؟ أولا العلم. العلم. ها؟ ثم العمل. طيب، والدعوة إليه؟ الصبر. ها؟ والصبر على الأذى فيه. تأكد؟ نعم شيخ. متأكد 100% ولا؟ 100% شيخ. طيب. لا باقي باقي. ها اصبر اصبر. لا باقي معذرة. تعال تعال تعال. لا لا تعال تعال تعال. اصبر باقي شيخ. قول لي يكف. قول لي يكف. باقي الجائزة ايضا. ما تبغى جائزة؟ ما تبغى جائزة؟ ترد هدية يعني. اريد هدية. طيب هاي اول مرجو يا شيخنا. ها اول مطلوب الهدية. المنتظر. طيب من هم السلف الصالح؟ السلف الصالح هم أبو بكر. هم الصحابة عامة. إذن السلف الصالح هم القرون الثلاثة من عهد رسول صلى الله عليه وسلم. أحسنت. تعال. ممتاز. بدون مصافة. شكرا لك. من يدقنا؟ ها؟ ماذا؟ سؤال 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 يقوم مقومة الدعوة. سؤال إلا رفع يد. من رفع يد هذا؟ نعم تفضل. تعال تعال. اسمك الكريم. مقومات الدعوة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اسمي رسكين هذا شفترة من سنة ثالث إعداد المعلمين. نعم. والجواب الأول التزود بالعلم ومنها العمل به والدعوة إليه وصبر على الأذى فيه كما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي في القواعد الأربع. وثاني الابتعاد عن الاختلاف كما قال الشيخ الأحمد.
طيب في آخر الكلام أو المحاضرة ذكرت حديثا طويلا، ما هو؟ حديث عن حذيفة عن طاعة أولي الأمر. اذكر الحديث كاملا. آسف شيخ، يطير لا أحفظ. ها؟ لا أحفظ. ما شاء الله عليك طويل ما شاء الله تعالى. طار الحفظ خلاص. هذا السبب الشيخ يوسف قال اختبرهم. اي نعم. الحديث، من يحفظ الحديث؟ من يحفظ الحديث كاملا؟ اي الشباب. حياكم الله شيخنا. من يحفظ الحديث؟ شيخ قل له من يحفظ الحديث كاملا. من يتقدم يتلو الحديث تماما. من منكم من يحفظ الحديث ويتقدم ويذكر الحديث تماما. نعم الحذيفة ابن اليمان. الحذيفة ابن اليمان من يحفظه؟ يسألون عن الخير. يتقدم واحد يذكر الحديث بتمامه. حديث حذيفة لا أحد. شبع ما يبغى هدية جائزة. طيب ذكرت في مجمل الأحاديث والآيات من يذكر لي آيتان و ثلاثة من الأحاديث. ما شاء الله ما شاء الله. آيتان وثلاثة الأحاديث. من؟ أو ممكن من مرحلة متوسطة. ممكن؟ أين الرجال؟ اللي فوق. هذا الابتدائي المتوسط. ها؟ ما في مشكلة أي واحد منهم. ما شاء الله ما شاء الله. أين؟ أو من طالب الحكمة؟ طيب تفضل. نعم تفضل. بسم الله، أنا أعرف اسمي أحمد فريد وأنا الآن في السنة الثالثة الثانوي. فالآيتان هما الأولى يرفع الله، قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والثانية قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أما الأحاديث الثلاثة، الأول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. الثاني عليكم بجماعة المسلمين وإمامهم. والثالث من عصى الأمير فقد أصاني. أحسنت. قبل الراس. السؤال السهل. طيب. متوسط. سؤال لغوي. استعدوا للمتوسط. لا حلو سهل. طلاب مرحلة متوسطة استعدوا لطرح السؤال وعدوا منكم الجواب. لا، ما يحتاج. الذي يستطيع أن يجيب أن ينزل هنا. السؤال للأبناء اللي فوق. أركان الإيمان والدليل. ما شاء الله. من المتوسط من يريد أن يجيب؟ أركان الإيمان والدليل. انزل. من يريد أن يجيب انزل. سينزل شيخنا. ينزل. إيه. انزل لمن يرغب الجواب فلينزل، لمن يريد النقود فلينزل. انزل تعال. اجري
لا تقفز. هدوء هدوء اسكت. نعم نعم تدير ما شاء الله. أين؟ بسرعة. الله ينفع بكم والله عمل طيب ما شاء الله ما شاء الله. أين الطالب هذا؟ اسمك الكريم والفصل. اذكر اسمك. أنا محمد تيبيان من صف الثالث. أنا محمد تيبيان من صف الثالث متوسطة. ها؟ أركان الإيمان والدليل. أركان الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. كم هي؟ 10 ولا 11؟ 5. ها؟ ستة. يرتعش. الدليل من حديث عمر بن الخطاب. أيوه. أن تؤمن بالله وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. شكرا لك. شكرا. ترد هادية. الله أكبر. ما شاء الله ما شاء الله. انتهينا خلاص مشينا للبيت. يكفي. سؤال وليس عليه أي جائزة. مرة. ما هو اسم الشخص الذي يرافقني؟ من يريد أن يجيب؟ من الطلاب. لا أعلم أنت. لم يذكر أحد أبدا. لا. من يستطيع أن يجيب؟ والله يا برق ما يعرفوك. من المرافق للشيخ؟ من المرافق للشيخ؟ نعم تفضل تقدم. تعال تنسى نسيته. اسم المرافق للشيخ. اسم المرافق للشيخ شيخ ياسر بهباسي. سيقول شيخ يوسف. المهم تعال تعال. ايوه رفيقه. بسم الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسمي أسفر الدين من صف ثاني اعداد المعلمين. ما شاء الله. اسمه الشيخ مبارك. برق من؟ المعلم. لا لازم تدري. صحيح يا شيخ. برق ابن عبد الله. شيخ مبارك بن عبد الله. ابن من؟ ها؟ ابن جابر. جابر. شيخ ابن الشيخ مبارك بن عبد الله بن جابر. ابن من؟ سراج. ابن السراج. ابن من؟ شيخ مبارك بن عبد الله بن جميل ابن السراج. ما شاء الله. صح اسمك يا شيخنا. صح اسمه خلاص. حياك الله. ماشي. نمشي. مشينا يا شيخ. هذا يعطينا. منو الشيخ طارق. نعطي من الشيخ طارق. الشيخ طارق. هذا الشيخ طارق. تفضل يا شيخ. تسليم الذكريات من الشيخ لمؤسسة معهد الإرشاد الإسلامي. Thank you.
Ahlan TV.